بعدك يا محمد رمضان، بدنا نكسر السوق انت والاهرامات تبعك. روم يلا نختار رضا يا اخي. لا يلا روم، لا لا تدفش، لا تدفش. روم شو برايك اكثر بلد عرف فيها نخوه؟ روسيا مثلا. سمعي اغنيه نمبر 1 بتحسي النخوه؟ عم تضحك علينا شو؟ مرحبا، اليوم ما حنسأل سؤال بيضحك ولا شيء، حنسأل سؤال جدي حطيتوا لنا اياه كثير بالتعليقات، واللي هو شو اكثر بلد عربي برأي العالم فيه نخوه؟ بس قبل ما نسأل السؤال، انتم تكونوا ورجونا النخوه والشهامه والاباء والمقداميه تبعكم. عشان المقداميه ورجونا اياها بالتعليقات وباللايكات. بس للتنويه، هاي الحلقه مسؤوله بعده بلدان عربيه، ونحن حنعمل نفسها عنا ونعرف شو رأي العالم. في شغله بلكم اياها باخر حلقه، شو اكثر بلد عربي فيه نخوه؟ العراق. ليش العراق؟ معروف العراق انه هو في نخوه، يمكن هلا ما بعرف ليش بالضبط. لانه انا قلت لك قبل المقابله قولي العراق. العراق. فانت خلص العراق. ايه فانه خلص. انا قلت لك قولي العراق. شفت كيف رايي على رايك؟ طب اعطيني رايك انت الخاص غير العراق. فلسطين. فلسطين. شو هيك شايفه شغلات حلوه عن الفلسطينيه؟ هلا اكيد انا ادبي فدارس كثير عن حروبات، شو صار بحروب فلسطين وعن شباب فلسطين وهي الشغلات، فعطتني فكرة كبيرة إنه شباب فلسطين فيهن نخوة. نجهلهم تحية هن والعراق. نعم؟ نجهلهم تحية هن والعراق. أكيد. شو اسمه؟ محمد رمضان. بس مو نمبر وناني نمبر. أي نمبر؟ ثري. مين نمبر تو؟ نمبر تو صديق الأنتيم. شو اسمه؟ حسين. الضبع. حسين الضبع. جسمي أو الضبع. انت برايك شو اكثر بلد عرف فيه نخوه؟ العراق. العراق. شو شايف هيك شغلات نخوه شي على العراق؟ والله ماني شايف شي، بس يعني بلا انه معروف العراق بالنخوه والمروه يعني والشغلات هاي تدل على الرجوله وكذا. شهام. والشهام. مالك حاضر لهم هيك ولا شي يعني؟ صراحه لا، بس انه متاثر بمواقف البلد يعني على مر التاريخ. تمام. وانت؟ عراق كمان. كلنا شيء صار ما حكى يعني مواقفهم مع الدول العربيه كلها كانت يعني من حكومتها الشعب العراقي كله كان مواقفها مشرفه يعني. يعني مثلا انا بحكي لك موقف انه وقت طلع منتخب سوريا على العراق صاروا يشجعوا منتخب سوريا بدل العراق. حلو. هاي دليل شو انه النخوه و... سوريا 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 سوريا. لا لا والاستقبال يعني جماعه ما عليهم حكي للامانه يعني ودودين جدا. ودودين جدا. انا مصري شايف. ايه كثير. شو رايك بالمصريين؟ مصريين كثير مهضومين. اقدع ناس. اقدع ناس مصر ام الدنيا الصراحه. المصريين اني احبهم وبنفسي ازور مصر. عرفت؟ انت على اسمك فوتوه فورا محمد رمضان. ايه مباشر نمبر 2. غني لنا نمبر 2. دن 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 دن. لا غنيها نمبر 2. ما لسه نحن نظبط لك على المونتاج. لسه المونتاج شغال باذن الله وراح نكسر السوق. بعدك يا محمد رمضان، بدنا نكسر السوق انت والاهرامات تبعك. شو اكثر بلد عربي فيه نخوه غير سوريا؟ الجزائر. ليه؟ بحبونا. وين شفت انه بحبونا؟ يعني بيضلوا على الانترنت على التواصل شوفون انه هيك بيدعمونا. ايه بيدعمونا. شفت لهم شيء غير الفيس يعني انه عملوا شيء مع حدا سوري عملوا كذا استقبلوهم قصه عمله على كلهم هيك مع غير السوريين يعني. يعني هن بيطلعوا بيحكوا انه احنا بنحبهم ونحن يعني بحبونا كتير. شلون بيحكوا بالجزائر؟ شلون بيحكوا؟ والله ما بعرف شلون. ليش شلون صعبة؟ لا صعبة. بالزاف ما بالزاف ما؟ زاف مغرب ما بعرف زاف بيقولوها. لا بيقولوها كمان. بيقولوا بالجزائر. وانت؟ شو شلون؟ والله الحمد لله مشتاق. شو برأيك أكثر بلد عرف فيه نخوة؟ روسيا. روسيا. بلد عربي. بلد عربي. بلد عربي. والله ما في غير سوريا. غير سوريا بنعرف. خالصين منه. بدنا غير سوريا. والله انا ما شفت انه في بلد نخوه. ما بعينه ما في حدا بعينه. فلسطين. فلسطين يا عيني عليك. انا فلسطيني بعدين. انا فلسطيني. واهل الجولان كمان نخوات. اهل الجولان سوريين. انا لا قلت لك الجزائر لانه الجزائر يحبوا الفلسطينيه. مزبوط. فلسطيني فلسطيني عرفت علي يعني بضلوا الدم بحن بحبوا الفلسطينيه كثير. فلهيك قلت لك انا الجزائر. يعني تعال انا حرجك. انا عم بحكي لك انه بصفتي اني انا فلسطيني. هلا مين برايك بحب الفلسطينيين اكثر السوريين ولا الجزائريه؟ لا جزائريه.
وهلا لانه بيتك عارف سوري على ما اختلفنا بس انا فلسطيني انه هلا شوف بيصير في حساسيه يعني عرفت علي يعني في اثنيناتهم بيحبوا الفلسطينيين اثنيناتهم ايه ما عم اقول لك بس هلا بالنسبه للاكثر يعني انه هلا انا بحب السوري اكثر بس هلا يعني عندهم دم انه الجزائر انه بيحبونا اكثر يعني حتى اطلاقيا انه بيضلوا بيحكوا انت من وين سوري ولا فلسطيني لا فلسطيني فلسطيني كمان خي. كله خيا ايه راس خيا ايه شو خيا ها جاوب والله على اليوتيوب نحن في احلى من فلسطين ما في. ما في احلى من فلسطين بس اعطينا هيك شيء جمله فلسطينيه كثير صعبه غير خيا جمله تاكل زيتون 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 خيا سهله تاكل زيتون كلمه طويله والله ما بعرف ما بتعرف ما فلسطيني انت عايش باللبنان والله ما فلسطيني عايش باللبنان بتحب الجزائر وجاي على سوريا لك لا ما هي جامعه الدول العربيه ياسمين برايك شو اكثر بلد عربي فيه نخوه سوريا غير سوريا لبنان انت نقي ما حاسك عم تساليني ياسمين انا لبنان وسوريا بس لبنان وسوريا شو حضرانا هيك شيء موقف للبنانيه حبيتيهم عليه حسيتي عندهم نخوه انا ما بحضر لهم بس انه بعرفهم هيك بيحكوا عنه مين بيحكي عنه العالم العالم بيقولوا انه الشعب اللبناني عنده نخوه بس ما حضرانتي له ولا شيء لا ما بحبهم هلا لان فيهم نخوه بس انا ما بحبهم فيهم نخوه بس ما بتحبيهم لا ياسمين ما بتحبكم رجاء بليز دونت تاتش غير لبنانيه طب مين فيه نخوة بتحبي؟ سوريا بس غير سوريا ولبنان؟ مصر بلا. مصر ليه؟ ما حضرانتي لهم طب احكي لي شي موقف ايه؟ لا انا مو انه حببك فيه فيهم فيهم لا بس اغاني لانه اغانيهم حلوة فبالتالي عندهم نخوة اغانيهم فيها نخوة لا مو هيك مثلا سمعي اغنية نمبر 1 بتحسي النخوة شو؟ بحب اغانيهم مصريين وهيك بس انه مالي ولا فيلم تابعته لا ولا شو؟ ولا فيلم انه تابع لهم مالك تابع ولا فيلم؟ لا نحن ما نسأل على الأفلام لك ايه انا عم تدعي عن النخوة ايه عن النخوة ايه شو دخل أفلام بالنخوة؟ أكثر عرب بلد عربي بلد عربي فيها نخوة درعا غير سوريا غير سوريا سوريا تركيا تركيا مو عربي أزهن السلام على الذكاء جولان سوري ولا هالطشتي قد يحطوا تحتك عشان خطر الذكاء اللي بينزل منك ما يضيعش على الأرض فلسطين فلسطين ها والله ما ما بتعرف في الجزائر في فلسطين فلسطين أحسن من الجزائر هلا كل عالم خير وبركة شو شايف هيك موقف هالفلسطينيين حلو كتير لا شيء لا شو شايف لهم موقف شو الموقف حلو كتير أنا استغربت عم بيقول لي حلو كتير شو بعرفني على الجزائرية لا مو منيحين شو مو منيح لا حول ولا قوة إلا بالله قال لي شي موقف شايفه عليهم مو حلو عم بعض على زكار يعني إنه ما بيساعدوا العالم الجزائرية لا بتقول له فيهم نخوة لا ما فيهم نخوة أنا قلت لك إنه من بلد عربية والله ما بعرف احسن هلا كل العالم قالوا الجزائر انه فيهم نخوة ليش تعتوا ما فيهم نخوة لانه ما حتى انا بشوفهم فيهم حدا من سوريا بيساعدوا بالعكس بس تروح على الجزائر الفلسطينيه فيهم نخوة اكثر ايه هلا الفلسطينيه فيهم نخوة بس الجزائريه كمان فيهم نخوة بس مو كثير كل الناس خير وبركه معلم كل الناس خير وبركه سوريا غير سوريا يعني في مصر ممكن ايه ام الدنيا ايه اجدعنا ايه اجدعنا فودافون ما بعرف اليمن كمان اليمن شو شايفة هيك شي شغلة على اليمن حلوة؟ مو شايفة شي ابدا لا لك ليش عم تقولي اليمن؟ ما بعرف مريم شفت على الفيس انه كانوا عاملين مقابلة باليمن انه كمان عم يسألوا عن سوريا ايه فكتير طلعوا هنون احسن شي هن بيحبوا السوري فلايك انت بتحبيه بعطيه اعملي لهم هيك لليمن ما فيني هاتي السندويشة ليه اعملي لهم هيك بتحبيه؟ لا هيك بحبهم ايه بحب كل البلدان العربية كلهم شو شايف هيك شي شغلة على المصاروة؟ انه هيك كتير بحبوا السوريين بيعطوا كريمين كتير ايه فيعني انه هيك هي مصر اصلا ام الدنيا ايه فهيك فلسطين والعراق فلسطين والعراق ليه؟ زلم وقت حكي قدعين يعني مين اكتر فلسطين ولا العراق ولا نفس الشيء؟ يعني فلسطين فلسطين شو حضران لهم هيك شي موقف؟ هلا عندي رفيق فلسطيني يعني نوح ما في منه كفو ايه بكل شيء وين ما قصدته بلبي ايه والعراقية بعض الأحيان منه لا شو حضران له شيء موقف ما لي حضران ولا واحد وين لك كان بتشوف انه هن نخوي انه على المسلسلات تبعات الأفلام هي على الفيس وعلى النت كذا بشوف انه العراقية طبعا بلبوه
تمام بتلبوه. برايك شو اكثر بلد عربي هيك فيه نخوه؟ والله يا معلم هلا حاليا ما بعتقد انه فيه. يعني هلا هو لا يخلى يعني نحن عم نحكي بشكل عام، هلا اغلب العالم قالوا فلسطين، العراق، مصر. ما في معلم لا فلسطين ولا العراق. ليش ما فيهم فلسطين والعراق؟ ما فيهم نخوه شو؟ لا فيهم نخوه كانوا حرروا فلسطين حلوه. شو دخل هي؟ نحن عم نحكي عن الشعب، الشعب فيه نخوه. ما انا ما هيك باعتقادي لا. لك شلون لا؟ يعني الفلسطينيين ما فيهم نخوه؟ فيهم. انا هيك برايي. وكل العالم قالوا انه هدول يعني اكثر شيء فيهم نخوه. اخي بحسهم انا من جهتي طنطاط يعني طنطاط. انا هيك رايي. ايش هيك عم تحكي عليهم؟ هلا هيك انا شو ما عم تعمل معي مقابله انا جاوبتها انت. ايه بس ما بصير يعني تقول عنه طنطاط. اخي انا هاد رايي. اخي ما بصير يعني كل عالم خير وبركه. على عيني وراسي. انت بجوز شايف واحد او كذا. اخي على عيني وراسي انا هاد رايي يعني حبك تتقبله حبك ما حبك. انا عم اقول لك نخبه ما تجي تقول لي طنطاط. ما هو مش الحاضر شو بلاك عصبت يعني شو رح تقتلني شايف. لا مو حقتلك صار بصير. ليش ما بصير؟ انا هيك برايي حبك. لا حول ولا قوه الا بالله. حبك تتقبله ما حبك. ايه بس انت هيك عم بتعمم والعالم كتير اكابر و... على عيني بس انا هاد رايي هيك انا رايي حبك. احتفظ برايك لحالك. لا ما لا احتفظ برايي لحالي انا هاد رايي وبحب بدي اقوله بكل صراحه يعني. الله معك انت ورايح. لا لك عم تدفش كمان. ايه يلا الله معك. لا وبلكي ما راح خلص روح يعني ما. هيك ما حعرضها للمقابل. لا لا بدك تعرضها. خلص روح. لا ماني رايح. ما بدي اعرضها للمقابل اخو مرائي روح. يلا بدك تعرضها يا اخي. لا يلا روح. لا لا تدفش لا تدفش روح. لا تدفش لو سمحت لا تدفش. لك خلص روح يا اخي. لك لا تدفش مشان ما نتزاعل. لا انا نتزاعل روح. لا ما هلا هيك قدام العالم ما حاب ازعلك والكاميرا وهيك. ولا ولا اخوة الا بالله. يلا حمل حالك روح. لا تمد اخي ما بدي اعرض مقابله اخي مرة. لو سمحت لا تمد ايدك. انا عم حكيك باحترام قلت لك رايي انت عم تدفش وما بعرف ايه شو. رايي خلص احتفظ فيه لحالك الله معك. لا ما بدي احتفظ فيه بده ينعرض وبده كل شيء. وشلون بدك تحسبها احسبها انا هيك مخي معلم. الله معك يلا. لا يطول بالك يا زلمه اللي حتقتلنا يا حرق ديبك شو بس انت بتعمل مقالب يعني طول بالك روق لح تدمع عيونك يا رجل هلا يعني عم تمزح ايه لك عن شو تضرب انت وهيك مسحه الله يسامحك يا زلمه يا زلمه نفرت لي الدم من راسي طول بالك هدي شوي لسه عم تدفش يعني شوي دم لح ادفشك ما بدنا يا رجل حسيتك هيك حماقت وما بعرف شلون هلا ما لقيت تمزح غير بهيك قصة عادي معلم شو أول مرة بدنا نعمل فيك يعني شو بس أنت عملتونا فيها يعني عملتها في مرة وهلا أنا عم رد أنا عملتها فيه أما أنت صاحبك يعني ايه. واحدة بواحدة أنا ما طلعت مفشي فيك يا مشحح آه لا عم ترد لنا إياها طب أنت شو برأيك الفلسطيني والعراقي على راسنا وعيننا على راسها بس عم تسلبها علي تستفزني احلى شغله الله يسعدك بس اذا ما مره اقول لك اياها ما لي علاقه اني على عيني الله يسعدك اي اكثر بلد عربي فيه نخوه سوريا غير سوريا الاردن بظن شو شايف هيك شيء على الاردن شيء منيح لحتى عم تقولي الاردن انه وقفوا يمكن مع السوريين هيك بفتره من الفترات ويعني ما بدل شو استقبلوهم منيح كذا ما بعرف يعني اذا استقبلوهم او لا بس انه عندهم نخوه يعني بس هن كمان بلد فقير يمكن هذا السبب اللي ما خلاهم يستقبلوا السوريين وضعهم الاقتصادي مو منيح ايه. بس هن كشعب ممتاز بعد الاردن سوريا لك سوريا اول شيء واخر شيء ثاني شيء او ثالث شيء من الشعوب العربيه ايه لبنان العراق كونه الدول المجاوره هدول اللي عندهم نخوه ولا هدول اللي حافظه اسمه لا هدول اللي انا بشوف عندهم نخوه الاردن اول شيء لبنان العراق لبنان العراق ماشي يعطيك العافيه سناء وآية برايكم أي أكتر بلد عربي فيه نخوة خوجية هيك غير سوريا أكيد سوريا غير سوريا غير سوريا ما في طبعا شباب بلدنا هي يعني غير هيك نقلي شي بلد عربي تحصي هيك بلد عربي غير سوريا عم تضحك علينا شي بلد عربي هيك بتحسي شعبه فيه نخوة وشهم وغير سوريا بس هل سوى جدي رجبني محمل وشي لأنه كله مزح خلاص هاي حبينا نسأل سؤال جد لنعرف رأي العالم شو
خلص سوريا. غير سوريا والله بنعرف سوريا. بلدنا بنفتخر فيهم بصراحة يعني. هن بيفتخروا فيكي. حسن ما بتفتخر فيه؟ بلا ها. والمشاهدين كمان افتخروا فيكي. بس جاوبوني غير سوريا. يعني لحنا ما لنا معاشرين لحنا عايشين. يعني شو بتشوفوا هيك بالأخبار بالقصص كذا إنه حدا؟ لا منتابع أخبار لحنا منتابعكم بس. 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 الله يعني ونيودو. بس. إيه. 500 محروق. طبعاً نيودو. يعني ما بتعرفي ولا شيء. على فيديوهاتكم يا أكتريتا. والله. صدي وأنا بسهر على فيديوهاتكم. والله. أنا فيديوهات. كله. ماشي يعطيكم العافية. مصر. مصر. ليه؟ شو حضرالهم هيك شي موقف للمصاروة؟ كنت أدرس برا البلد وكانوا معي مصريين بنفس الصف. وين كنت تدرس؟ بالكويت. بالكويت. وعاشرت كتير جنسيات. أيه. عاشرت كتير جنسيات. مصر والأردن. مصر والأردن. يعني شو أكتر شي هيك كنت تشوف عندهم شغلات نخوجية؟ إنه بالخناقات. رايح تدرس ولا رايح تخانق يا زلمة؟ لا أدرس بأنه تصير مشاكل معنا نحلها مع بعض. تصير فزعات يعني. أيه. وبالاكل بالشرب كذا وبالاكل بالشرب كل شيء مع بعض في كرم عنده؟ ايه والله كريمين كثير. المصاروي والاردني. المصاروي مين اكرم؟ الاردن. الاردن مناسف. شو عندهم هاي الاكله؟ منسف. منسف اردني. منسف الاردني طيب كثير والله. اذا حدا عم شفنا بالاردن يعزمنا والله اشتهينا. وانت شي؟ الشعب الفلسطيني. شو حضران له هيك للشعب الفلسطيني شي موقع؟ والله حضرت له كتير يعني. هو كيف بدي اقول لك شعب نخوجي اذا تقول له مثلا تعا ساعدني هيك وهيك بيجي. لا تقول لي عي كمان ومشاكل وخناقة. هنا شي غير الخناقة. شو بدي اقول لك غير انه اي واحد عربي حط له تعا خناقة حيجي معك. روح ابن العي. مو كل العرب يعني باستثناء هيك حد اثنين كم دولة. بس هلا اقول هيك صراخ صوت بتاعي كل الشارع حاجة ما حدا بيعرف مين. في الشعب الاردني كمان. ايه شو حضران لهم شي قصة هيك للاردنية؟ الاردنية لا نخوجية النشامة. نشامة يعني اسم على مسمى. فلسطين. فلسطين. شو شايف هيك شي مواقف على الفلسطينية؟ كتير مواقف. مثلا هيك موقف هيك كتير نخوة وحسيتيهم شهمي؟ يعني كتير امس لفيهم نخوة على بعض وهيك. ايه بيغاروا على بعض. بيغاروا على بعض. بحبوا الخير لبعض. إذا قصدوا بعض بيلبوا بعض هيك يعني. أكتر من غير بلدان. أكتر من غير بلدان. سوريا وفلسطين وبس. سوريا وفلسطين والباقي خير. فلسطين. فلسطين. كل عم بيقول فلسطين فلسطين. لأنه أرجل شيء فلسطين. أرجلنا. هو أكتر شيء. شو حضرالهم هيك شيء مواقف هيك؟ كتير. مثال. مثال شخصي ولا؟ اللي بدك يا. عم يدافعوا عن أرضن وقلب واحد. شعب واحد يعني. إيد واحدة. إيد واحدة. أنه أنا لما كنت بلبنان تفاجأت بفلسطينية كتير بحنوا لبعض. مثلا فلسطين وقع بمشكلة الكل فلسطيني كله وقف ما كله بيساعد. إيه؟ أكتر نحن هون ما شاء الله بنشوف هذا عم ينتر بنعمل حالنا بنضلنا ماشيين. ضل ماشي ما دخلنا. وبعد فلسطينية مين بتلاقي؟ العراق. تونس. مصر. مصر. مصر منيحة. تونس. تونس ما اختلفنا. انتوا ليش بتحبوا تونس عشان هالممثل كمان؟ وانتي نفس الشيء ولا؟ شو اسمه الممثل؟ هذا الحلو اللي بيمثل بالمسلسلات. قولي اسمه. انا ما بعرف ما بحضرته. انا بحبه بس ما بعرف اسمه. هو بالعابدين هيك شيء؟ متبع روس بيرو؟ ايه. طب شو في هيك شيء بلد انتي برأيك فيه نخوة؟ مصر. مصر. شو شايف هيك شيء شغلة على المصارو منيحة؟ انه بحضر يعني عن مسلسلات وهيك. مثلا احدى مسلسلات وهيك يعني من المسلسلات هيك مسلسلات باين انه عنده النخوة. الاغاني. شو دخل اغاني بالنخوه؟ لا انا عم بحكي عن انه ما عم بحكي عن النخوه بس عم بحكي انه هيك انه حلوه مصر. مصر حلوه. حلوه بعد العصر ولا كلوا؟ بالمرتبه الاولى سوريا بعدين العراق بعدين مصر. العراق. شو شايف هيك شغله كتير باين بينت لك انه العراقيه فيها نخوه شي موقع كذا فيديو على اليوتيوب. تمام. متى؟ عن شو بيحكوا؟ عم يسألوا عن أي نفس السؤال كان أي بلد فيه نخوي أكتر. فبيجي واحد عراقي بيقولوا ليش سور إنه بيقولوا سوريا. فبيسألوا ليش سوريا. بيتلاسموا بالكلام و هو مقلب كان. إيه. إنه المذيع أساس بسب على سوريا. تمام. وبيجي المواطن بيضرب المذيع. عم يعني إذا عملناه بناكل أكلنا. حكينا على العراق. احتمال. طيب. ومصر. كذلك الأمر. في عندهم نخوي كثير حلو. قلبهم روحهم حاضرة ولا قلبهم حاضر؟ كل. كل شيء. وبضايات كرمة؟ نعم. بتعاملهم مع السوريين؟ أجدعنا؟ شفت شيء أنا يعني شيء منهم كثير حلو. إيه يعني معاملتهم كثير حلوة معه. معي برأيك شو أكثر بلد عربي فيه نخوة غير سوريا؟ ما في. ما في؟ لا. ولا بلد عربي؟ ولا بلد. الشعوب عم نحكي نحن؟ أبدا. ولا حدا؟ أبدا. ليه؟
هيك يعني مين بده يكون مثلا لبنان ولا سوق ولا الأردن اي مثلا يعني بس ما كتير بعرف يعني يعني بعرف انه سوريا اوكي سوريا اوكي سوريا اهم شيء عراق انا احلك اجابات العالم عراق فلسطين لا. مصر هلا فلسطين اي اوكي بعرف انه فيها نخوة اي نخوجية الفلسطينية اي ما أنا يعني بعرفهم بعرف منهم أما العراقية لا ما كتير بعرف ما بتعرف حسب ما بشوفي على النت وعلى الفيس وكذا حسب ما بشوف على النت الفلسطينية أكتر شيء من بعدنا شو أشهر كلمة عند الفلسطينية؟ خاوة خاوة شو يعني خاوة؟ يعني هيك يعني بالغصب 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 مثل ما شفنا برأي العالم أغلب تعليقات شو كانت قالت فلسطين مصر والعراق هلا ليش هدول؟ لأنه يمكن نحن أكثر شيء معاشرينهم أكيد كل البلدان العربية فيها المنيح فيها المو منيح إذا عجبتكم الحلقة بترجعوا بتعملونا لايك وتعليقات باي